بدون استهبال. أنا البوليوود يا حبيبي. دام مشي وضعي في بوليوود والأمور تمام ولبسي حلو، بس عاد ناقصني الرقص. عاد أنا عندي خبرة رقص، بس يبيلي شوية شوية أخيراً حلم الطفولة تحقق، راح أمثل في بوليوود باركس دبي، وراح أمثل فيلم هندي أكشن رومانسي. بس المشكلة أنا مو عارف راح أمثل الشرير ولا البطل، ما يفرق، أهم شيء إني راح أمثل. لا تكلموا الهندية. في ترجمة شباب؟